سلام المسيح، سلام المسيح لكل مشاهد عم بيحضرنا بسهرة روحية محطة سيد سبعة. اليوم حيكون في عنا موضوع كتير شيق وموضوع كتير مهم، أبعد من أنه يكون عم تنبسط وعم تسهر معنا سهرة روحية. هو موضوع بخص حياتك وحياتك الأبدية، حياة كتير بيستاهل أنك تاخد الأمور جدية، لأنه هذا الموضوع بيشوفينا كيف الرب إجا ومشيئته أنه يتيك حياة أبدية ويكشف لك، يكشف لك الأبدية بقلبك بحياتك تكون عم بتعيش حياة الله على الأرض. سلام المسيح باسمة. سلام المسيح توني، سلام المسيح لكل اللي عم بيشاهدونا ومسا يسوع. نحن كتير منفرح مشاهدينا انه دايما نلتقى كل سبت على شاشة سات سبعة مباشرة على الهواء الساعة 9. منرحب فيكم من اي بلد عم تحضرونا وتشاهدونا، ومنشكر الرب لهيدي الفرصة انه عم نسبح ونبارك الملك يسوع مع بعض. نتمنى ترفقونا بسهرتنا وتشاركونا اختباراتكم وطلبات الصلاة بخلال حلقتنا، ناطرين اتصالاتكم. توني، موضوعنا نحن حضرناه اليوم حيكون موضوعنا او مفاجأة. اليوم حيكون موضوعنا عن شوي نحكي عن اللقاء السامري. السامري حنحكي ابعد، انه اليوم بدي احكي عنا انا وياك اليوم عن مشاعر الله تجاهك. في كتير اشخاص عم بيعملوا مجهود ويبرموا على الرب باشياء كتير، بعمال كتير، يمكن اعمال صالحة. بدي خبرك خبرية مفرحة اليوم، انه الرب هو اللي عم بيبرم عنك، الرب هو وراك، الرب هو واقف على باب قلبك، عم بيدق باب قلبك. منشوف هذا الشيء وقت بزكى الاشار، منشوف انه زكى الاشار طلع يتفرج، بس فقط بده يتفرج في حدث مثل مهرجان صاير او في شيء مهم او زعيم جاي على المنطقه، طلع على السجره يتفرج. كان موضوع الرب انه عم بيبحث عن انسان جدي وما يطلب باسمه. قالوا انزل اليوم بدي اتعشى عندك، ما اجى بفكر زكى الاشار انه الرب المجد بده يتعشى عنده. منشوف بالابن الضال قبل السامري الصالح بيوحنا 4، منشوف موضوع عن ابن الضال. ابن الضال كمان الرب ناطر ابنه، عم بيبرم، عم بيبحث، ناطرك، بحاجه ليك، هو اللي بده اياك. منشوف عن درهم المفقود، كله حاله بحث يعني. عن خروف الضال، الرب عم بيبرم عنك، الرب قريب منك، هو بده اياك، يعني اللي انت بدك اياه هالقد الرب بده هالقد انه يوصل ويسكن بحياتك ويعطيك حياة وحياة أبدية. مشان هيك هي خبرية مفرحة لك، مهما كانت أنت خاطئ، مهما كان وضعك، لو كنت ميت وما بقى في أمل، ولو كان في تقارير طبية بين إيديك أنك أنت ميت، لو كان موضوع المادي أو حيلا موضوع بحياتك أنه مسكرة، أنا اليوم بدي بشرك وخبرك بشرة حلوة مفرحة أنه في بالمسيح أمل، في حياة وحياة أبدية. واليوم هلا منفوت اكثر بالموضوع عن مرة السامري. افتحوا انجيلكم، هاي يوحنا 4 واي 4 منبلش تنفوت بلما نحن وياكم عن مرة السامري، وين كانت وكيف كانت حالتها من بعد اللقاء، كيف صارت وشو عملت وشو كيف صارت حالتها. نسمع سوا محضرتينا شيء اليوم. يسوع قام حول الظلام. Thank you.
يحسبوا من اجتمع علينا يسقطوا نار السهام وهي ترجع والشر منا لا يقترب يخربون يخرجون الآن من أرضنا لا عبودية لا شرورية فالرب يكمل أيامنا إبليس تحت أقدامنا للأبد تحت أقدامنا إبليس تحت أقدامنا للأبد تحت هيا نعلي هيا نعلي نهتف نغني في ملك يسوع في وسطنا رب الأرباب رفع في المجد سلطانه على الكل يوحنا 4:4 ما حدا كتب عن سامري إلا إنجيل يوحنا ومكتوب وكان لابد له يسوع من المرور بالسامرة فوصل إلى مدينة سامرية اسمها سخار بالقرب من الأرض التي وهبها يعقوب لابنه يوسف وفيها بئر يعقوب وكان يسوع تعب من السفر فقعد على حافة البئر وكان الوقت نحو الظهر يعني تقريبا كانت ساعة 12 الظهر فجاءت امرأة سامرية تسقي من الماء البئر فقال لها يسوع هون منبلش بحوار بين يسوع وهالمرأة السامرية وليش اجت هالمرأة السامرية ساعة 12 الظهر بالوقت اللي كانت كل العالم تجي تتشرب من المي تجي مرتين بالنهار مرة الصبح عطلوا الفجر ومرة بالمغرب تمشين يكون ما في حدة الشوب كانت المرة السامرية جاي 12 الظهر كأنه ما بدها تشوف حدا كأنه بوحدة كأنه مجروحة ومتروكة وما بده حدا يشوفها كأنه يمكن غير مقبولة من البشر أو ممكن كل ما تلتقي بالبشر تسمع كلام جارح لا بعزين الشوب الظهر منشوف انه كمان اذا الشمس كانت ضربة فوقك هالظهر ما في خيالات لألك متعرى ما في خيال ما في ماسك مكشوف امام الرب ببلش حوار يسوع هو وياها اعطني لاشرب اليوم الرب هم بيقولك ليك انت اعطني لاشرب بدك تقول او بدك تقولي شو بدي انا اعطي الرب تيشرب بدي اعطيه ماده بدي اعطيه اعمال صالحه او بدي كتر صلاه شو بدي اعطي للرب تيشرب وليش الرب طلب مني اعطني لاشرب ومنشوف هالصليب انه يسوع قال عطشان كان عطشان وهون اعطني لاشرب واحد تيطلب من التاني اعطني لاشرب منشوف انه مثل كانه حدا عم بيشحد حدا عم بيشحد اعطني
تاتيني تاتي، حدا عم بيطلب منك تاتيني شيء منك؟ اعطيني لاشرب، عطشان لالك وبده اياك وبده قلبك، عطشان انه يفتح حوار لالك، وعطشان انه يعطيك الحياه، عطشان انه يسكن فيك ويحبك، عطشان انك ترجع بيته، عطشان انه يكون في علاقه هو وياك. مشان هيك بيقول انا واقف على الباب اقرع، ان احد سمع صوتي وفتح الباب ادخل الي. مشان هيك اليوم عطشان الرب لالك، ما تقول الرب وينو بحياتي، انا بدي اسالك انت وين بعطش الرب ليك؟ هو عطشان لالك، عم بيقول لك اعطني لاشرب. وكان تلاميذه في المدينه يشترون طعاما، 12 تلميذ كانوا بالمدينه عم بيشتروا طعام. فاجابت المراه انت يهودي وانا سامريه، فكيف تطلب مني ان اسقيك؟ كان اكيد نبرتها ما كانت نبره مثل مين عم بحكيك هلا، كانت نبره عم تنبر نبره، انت يهودي وانا سامريه، كيف عم تطلب مني انه هيك؟ لانه مجروحه، غضبانه، اخلاقها ضيعه، ما بقى في عندها لطف، صار قلبها محجر من خبرات بحياتها فاشله، من كلمات البشر، من قتل العالم لها، من كثير اشياء صارت بحياتها، صارت اخلاقها ما كان ما عادت انسانه في عندها هدوء، في عندها سلام بحياتها. انت يهودي، وليش بتقول انت يهودي؟ طيب كيف عرفت يسوع انه يهودي؟ اول شيء من لغته، بتعرفوا اليوم اللبناني معروف من لغته، حتى بلبنان بتضيع كل ضيعه بتختلف عن ضيعه بلغتها، عرفته من لغته وعرفته من ثيابه. انت يهودي وانا سامريه، كمان في شيء كثير ملفت للنظر، انه اليهوديين ولا ممكن يتعاطوا مع السامريين، لان بيعتبروهم انه هن عليهم لعنه ومرفوضين ومهرطقه ونكروا اليهوديه، وهن السامريين اصلا اليهود، اثنيناتهم من نفس الاصل. ولكن حتى اليهود ممنوع كامراه انه هي تقرا الكتاب تبعهم، مشان هيك بيعتبروا المراه هي حدا، الرجال اهم من المراه بكثير. والرب جاي اليوم يقول لك يا امراه انت كثير مهمه، هو جاي يرفع الامراه لانه الله خلقك كمان على صورته ومثاله. بيقول لها فقالت هذا لان اليهود لا يخالطون السامريين. وبوقتها كان كمان كل انسان يمرق من حد البير، كان كل انسان معه دلو او معه كاسه بايده يشرب من كاسته او من العبوه تبعه. عم بيقول لها بدي اشرب من كاس تبعك، اف هي شغله كثير كبيره، بصير ملعون مثلها. وما يعرفوا اليهود انه تعاطى يسوع مع هالمراه الخاطئه والسامريه وبده يشرب منها، هذا شيء عم بيخربط يسوع التقاليد والشريعه، عم بيخربطهم. شو بيصير هون؟ لو كنت هلا بدنا نشوف هون خبريه يسوع. عم بيقول لها لو، ليكو يسوع الحكمه اللي عنده اياها بالحوار. لو كنت، كمان بدي اقول لك انت، لو كنت بتعرف او لو كنت بتعرفي، لو كنت تعرفين عطيه الله كانه هي ما بتعرف. عم بيقول لك كمان يمكن انت ما بتعرف. لو كنت تعرفين عطيه الله ومن هو الذي يقول لك اعطني لاشرب، لطلبتي انت منه فاعطاك ماء الحياه. عم بياخذ يسوع فيتبلش يرغبه انه عندي شيء لك لو انت بتعرفي شو عطيه الله. منشوف هون بعطيه الله شو هي عطيه الله. لو كنت تعلمين عطيه الله، هي اول شيء ما بتعرف، وانا كنت ما بعرف، وانت كنتي ما بتعرفي، واليوم الاخوه كلتنا ما كنا بنعرف هالنعمه. منشوف برومية 6:23 شو بيقول، لان اجره الخطيه هي الموت، واما هبه الله، هالعطيه هبه، واما هبه الله فهي حياة الأبدية في المسيح ربنا. يعني اليوم لو كنت بتعرف عطية الله أو هبة الله كنت أنت طلبتها، لأنه كلتنا بحاجة لحياة وحياة أبدية. منشوف بيوحنا 3:36 قبل يوحنا 4، من يؤمن، كيف شو هي حياة الأبدية؟ مين هي الحياة الأبدية؟ شو التعريف؟ اليوم ايه اليوم بدي ادعيك اللي عم تحضرنا انه تمد ايدك، واليوم يكون في شيء عطيه لك، في هبه مجانيه لك. يوحنا 3:36 شو بتقول؟ من يؤمن بالابن، من يؤمن بالابن فله الحياه الابديه. طيب وليه ما بيؤمن بالابن؟ ومن لا يؤمن بالابن فلا يرى الحياه بل يحل عليه غضب الله.
حياة الأبدية منه، في أشخاص بيفكروا الحياة الأبدية باسمة إنه بكرة بوقت بموت بروح على الحياة الأبدية، بالحق بالحق وين هيا. دودو وين ماما وين تيتا وين خلو، لحني بالسما بالحياة الأبدية. بدي أخبركم خبرية، الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت إله الحق. أمين. الحياة الأبدية بتبلش من لحظة بتتعرف عن يسوع، وبتتعرف عن يسوع وبيفوتها حياتك بتبلش حياة أبدية، ومنصير متأكدين إنه في حياة أبدية. شو العلامة اللي بتدل إنه في حياة أبدية؟ هي التغيير اللي بيصير بداخلك، التغيير اللي صار بحياتك والشفاءات اللي تمت بحياتك. طيب وين منشوفهم؟ هلأ سوا منشوف المرة السامرية شو صار فيها. أول اسم بتعطيه السامرية ليسوع إنه أنت يهودي. تاني اسم هلأ منشوف شو بتعطيه بعد ما نسمع ترنيمة. رح نسمع يا صاحب الحنان. نعم. داخلي يا سيدي إني
يوحنا 3:16 بيقول: هكذا أحب الله العالم حتى وهب ابنه الأوحد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة والحياة الأبدية. والله أرسل ابنه إلى العالم لا ليدين العالم بل ليخلص به العالم. اليوم الرب دعيك مشان يخلصك، مشان يريحك، مشان يعطيك حياة أبدية، مشان يظهر لك ذاته. في عنده مياه بده اياك تطلبه، مثل ما هون عم بيقول للمرة السمينية بأي 10: لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء الحياة. شو هي ماء الحياة؟ شو هي الماء الحياة؟ خلونا نكفي سوا ونشوف شو هي ماء الحياة. بأي 11 بتقول: قالت له المرأة لا دلو معك يا سيدي، سمته غير اسم، كان أول شيء أنت يهودي، هلا شو قلت له يا سيدي، والبئر عميقة، كان البئر عمقه 60 متر، وكان إنسان بده يتعذب ويتعب تمشين يطلع ما يشربه، فمن أين لك ماء الحياة؟ أبونا يعقوب أعطانا هذا البئر وشرب منها هو وأولاده ومواشيه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟ إف فجأة أنه أنت منك تتأتيني، ما هذا كل أيامنا بنشرب منه وإله من أيام قديم من 2000 سنة قبل ما إجا المسيح. برد يسوع بيقول بأي 13: فأجابها يسوع، ليكو الحوار شو حلو، قالت له والله، قالت له والله. طيب أنت اليوم وين بدك تحكي ويقلك، وين بده يكلمك؟ بدي أدعيك اليوم تفتح إنجيلك، لأنه يسوع هو الإنجيل، تيكلمك ويحكيك ويحكي معه، هو بيسمعك وحيكلمك وحيوصلك مثل ما وصل المرة السامرية، حيوصلك. بلش افتح إنجيلك تتحاور مع يسوع، لأنه يسوع كتير بحب أنه يتحاور معك، مثل ما قال إذا افتحت باب قلبك وقف هالباب عم بيدق فوت بتعشى معك، بتعرفوا عايزمك عشا تنحكي. والرب اليوم بده يقعد معك جلسة، وهالجلسة مشان يعطيك هبة مجانية لألك. شو بيقول يسوع؟ كل من يشرب من هذا الماء يعطش ثانية، وأما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش أبدا. كل من يشرب من هذا الماء يعطش ثانية. أنا اليوم بدي أسألك، شو بيقصد الرب الماء اللي دايما بضل نعطش منه نشرب منه عطول وما بنرتوي، بدنا نضل كل يوم نشرب؟ هي العالم، ملذات العالم، شهوات العالم، اغراءات العالم، الماديات، ما بنشبع. الانسان بالعالم كل يوم كل يوم بيعمل كتير اشياء وما بيشبع، بيسافر وبيرجع وبده يرجع يسافر، بيروح بيشتري تياب بيلبسها ما بده يحط عينه على غيره، بيشتري سياره بيرجع بيحط عينه على غير سياره، بيطلع بمره بيخلص منها بيروح بيطلع بمره تاني، بيتجوز المره بتصير عينه اشبينه. الفكره اللي بدي اقولها، الرب عنده مياه لألك من نوع اخر. كل انسان بيشرب من مي العالم بيضل يعطش، مثل مي المالحه، ليش بتشرب مي بترجع تعطش، اما يسوع عنده مي لألك فيرويك. شو بيقول؟ فلن يعطش ابدا. طب اليوم انت سأل الرب شو هي المي اللي انت بتقصدها يا رب انك تعطينا اياها؟ فالماء الذي اعطيه يصير المي اللي الرب بيعطيه ليك وليكي، بيصير بيحول النبع يعقوب والبير تبع يعقوب، بتصير انت البير، بير الحياة الأبدية وبير المياه اللي الرب بده يشربك منها، يعني هو الوحيد قادر يرويك ويروي قلبك ويشبعك ويخليك تكون عم بتفيد منك، مثل ما بيقول هون أعطيه يصير فيه نبعا يفيد بالحياة الأبدية. يعني انت بتصير المياه اللي بترتوي منها العالم، بتصير انت عم بتفيد للآخرين. نعم. يتمجد اسم الرب. يتمجد من اسم مين؟ من السامرية عم بتطلب منا وتشحد منا، تطلب منك مياه الحياة الأبدية تتمليها
وتفيد للآخرين حياة أبدية، كلام الفكر البشري ما بيقدر يستوعبه، ما حدا بيقدر يستوعبه إلا اللي بيدوق هالمي. صحيح. شو بيصير هون؟ فقالت له المرأة، ليكو كتير، فقالت فقال لها أعطني، اطلبوا تجدوا، بلشت تطلب أعطيني، كان هو أول شيء عم بيقول لها أعطني لأشرب. بلشت هي شو تقول له؟ أنت أعطيني، أعطني من هذا الماء يا سيدي، فلا عطش ولا أعود إلى هنا لأسقي. كانت هي بسيطة حرام، كانت هاي المرة السامرية مظلومة، وكانت هيك ما عندها كامل المعرفة، كانت محدودة. وديت عطف معها يسوع المسيح. وكتير هي محبة. هلا اعتبرها يا امرأة، يعني كان كتير جنتلمان معها وهيك. صحيح. محترمة يعني. صحيح، لأنه ما حدا احترمها. صحيح. مثل ما هو احترمها. ما حدا صبر عليها، يعني حست في حدا عم يسمع لها، في حدا مثل كل واحد فينا سامرية كنا. صحيح. كنا متخبيين بظلالنا وبحياتنا السابقة. صحيح. حست في حدا عم يرفعها، عم يعمل لها قيمة، عم يسمع لها، كتير مهم نسمع للآخرين كمان. صحيح. وبهالفترة اللي كانوا عم بيعملوا هاللقاء، كانت المرأة هي حرف ناقص بهالوقت، منبوذة كانت، وخصوصا المرأة السامرية. نعم. كانت ما سمعت بحياتها حدا الله يا امرأة، ما حدا عمل لها من قيمتها. صحيح. مشان هيك بيقول لها، فقالت له المرأة أعطني من هذا الماء يا سيدي، فلا أعطش ولا أعود إلى هنا لأسقي. حرام، هي كانت مفكرة إنه المي تبعه، إنه إذا شربت منه ما بدك تتعب وتجي. كلياتنا بنفكر بأوقات من 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 حياتنا إنه يا رب طيب أنت ليك ريحني من التعب، نروح على الشغل، ربحني لوتو، خليني أتوفق بإنساني، بدي أتجوز تأرتاح، بدي اشتغل تأرتاح، انه يا رب انت ريحني، ما بدي اجي اتعب هالتعب كله. كانت عم تطلب منه حتى اشياء مادية، اخذت الامور بفكرة انه الامور مادية، لانه متعلقة بالجرة اللي كانت حاملتها. صحيح. وما كانت شايفة القصص الروحية. أكيد. انا هون بدي اقول كلمة، ليس مهم قديش بتعيش حياتك على الارض، المهم نوعية الحياة اللي بتعيشها. بقى اليوم مسأل حالك، العمر طويل لك او نوعية؟ انا بفضل اني اعيش حياة قصيرة جدا، بس نوعية الهية روحية، لانه الله هو روح، ويجب على كل انسان ان يكون عم بيعيش حياة الله، حياة روحية. صحيح. نشوف هون بعد شوي شو بيقول، أعطني من هذا الماء يا سيدي فلا أعطش ولا أعود إلى هنا. كانت محدودة بالفكر، بس الرب يسوع بحواره رجع رفعها. هلا منشوف كيف رفعها لحديث تاني تتطلب شي تاني. قال لها، نرجع منشوف كيف هم بيرجع حوار حلو جدا، وهذا الموضوع السامري هو أكبر حوار بالكتاب المقدس. هذا من أطول الحوارات توني، أكبر حوار بالكتاب المقدس. صحيح. أكبر حوار، يعني أكبر من حوار نيكوديموس بنشوفه. فقال لها، اذهبي وادعي زوجك. هي عم نحكوا عن المي وسيرت المادة وسيرت مي الحياة، وعندي مي فات هيك بنص الموضوع. يسوع قال لها طيب روحي عيتي لي لزوجك. هي شو قالت؟ شو هالإنسان المحترم، قعد أنا وياه وحدنا، ما في حدا هون. هي متعودة إذا شافت إنسان ورجال أكيد بده شي منها، عم يتحشر فيها. الله تأتيكي مي عيتي لي لجوزك. اف شو هالشغله الكبيره، محترم هذا الزلمه، محترم جدا. شو بيقول لها؟ اذهبي وادعي زوجك وارجعي الى هنا. فاجابت المراه، لا زوج لي. هي مزبوط ما عندها زوج، لانه اللي كانت ساكنه معه هو منو جوزها. فقال لها يسوع، أصبتي في قولك، معك حق، برافو، ما عندك جوز، لا زوج لي، لأنه كان لك 5 أزواج. اوف، إذا شو عرفه؟ عشان بيصير كيف بيعرف عني؟ كشف لي حقيقة، مين فات هالشيء أنا مخبته؟ ليه لم كلهم بيحكوا لي وبيعرفوا شوي؟ كل بيت بيحكي هاي متجوز اثنين، يمكن هيدا من عارفين انه متجوزي 5. الرب يسوع بيعرف كل شيء عنك، وبيعرف كل ماضيك، وبيعرف كل جرحك، وبيعرف كل حاجتك، وبيعرف كل عطشك، وبيعرف كل عوز انت فيه بحاجه له،
بيعرف كل شيء عنك بقى، ما فيك تخبي امام الرب حيلا شيء بحياتك. هون مشان هيك، لانه كان لك خمس ازواج والذي لك الان ما هو زوجك. صدق لها حديثه، كان في الله انت وحده منك عم تحكي صح بالصدق. هي ردت له انه شو الانسان المحترم، وهو قال له انت محترمه وصادقه، انت محترمه وصادقه وما بتحكي الا الصح، مزبوط ما عندك رجل. شو هالرقه عند ما في احن يسوع منه. المسيح، شو هالحنيه، ما في احن منه. كيف هيك حضنها يعني، حتى وهو وعم يقراها روحيا كان عم يحضنها. هيدا الحب، كان عم بيعطيها، عم بيلقبها بالقاب جدا لايقه وجدا صح. محترمه صح. بدي اقول شغله، الله منقول كلتنا انه الله محبه، امين، والله لا يمكن انه تتقرب منه لما تمتلي محبه. وهالانسانه المجروحه والتعبانه وقرفانه من العيله وما بدها تشوف حدا وجاي الساعه 12 وجاي بجره وعم تتعب، بلقاء صغير مع الرب يسوع عرفت قيمتها. ما قال لي كذابه، ما احترمني رجال، هذا مني شايفي مثله قبل. كل اللي شفت رجال قبل جرحوني، كل الرجال اللي شفتهم يا يهينوني يا بدهم شيء مني، يا بدهم يا بتجوزني، ما بنجح بحي العلاقه. صرت متجوزه خمسه رسميا، واخر واحد ما بقى بدها رسمي، بدي اعيش بالزنا معك. وما الله انك انت زيني، الله مزبوط انت منك متجوزه. ما هو من هو زوجك؟ وفي هذا صدقتي، الله انت صادقه. اف عملي من قيمتي، ما بهدني ما هيني. قالت المرأة أرى أنك نبي. قلنا أول مرة يهودي، تاني مرة يا سيد. هون يسوع عم بيرفع لقاءك مع بإنجيلك، بيرفعك الرب من إنه هذا الإنجيل شو هو، إيش عم بيحكي يسوع بهالكلمة. تاني مرة بتقوله يا سيد، تالت مرة أرى أنك نبي. ودي أقول كلمة هون، خادمة الأنبياء هو يوحنا المعمدان، لا نبي آخر من بعد يوحنا المعمدان. اصبح كل انسان مسيحي حقيقي مملوء من الروح القدس هو نبي بقى. ما في حياه الا بيسوع المسيح، ولا نبي اخر غير يوحنا المعمدان. وكل مسيحي اصبح نبي وكاهن وملك. قالت المراه ارى انك نبي يا سيدي. اباؤنا عبد الله في هذا الجبل، وانتم اليهود تقولون ان تقولون ان اورشليم هي المكان الذي يجب ان نعبد الله فيه. هون بتقول انه اباؤنا عبد الله في هذا الجبل، كانه ما في عبادات الا بهذا الجبل، وانتم اليهود بتقولوا انه اورشليم هي المكان اللي لازم تعبدوا فيه الله. قال لها يسوع صدقيني، ليك هالكلام الرائع منك انت يا رب، مين هالامراه تتقول لها صدقيني، هي لغه حب، كأنه عم بيقولها صدقيني بحنان، يا صاحب الحنان، عن جد يا صاحب الحنان. شو هالحنية اللي عند الرب يسوع؟ صدقيني، غير انه صدقيني يا امرأة، رفع رفع امرأة. شو هالتعاطي معي عم بتقول المرأة السامرية، شو هالاحترام الزايد. يمكن مش سمعته بحياتها، مني سمعتها بكل حياتي، اكيد مني سمعتها، منها سمعتها بكل حياتها. وليه مرأة عبالة كانت تحلم فيها وما لقيتها، ومر علي ست رجال وما لقيت الا اهانات وبهدله. والعالم كانت اصلا هالمره السامريه لغه وحديث دسم عند بضيعه السامريه، ما عندهم شيء غيرها. شو شفتوا السامريه هالمره؟ مرقت من هون تبوعي منها، كانت احلى سيري كانوا يتسيروا فيها، لانه هي كانت مثل واحد اكبر ازهر بالمنطقه، كانوا كلهم يحكوا فيه. كانت سيرة المجتمع هالمرة السامرية، مش هيك ما يطيق حدا، العالم بيقتل وقتلوها، حتى صورت وحيدة. صحيح. صورت وحيدة، واليوم كل إنسان بيحس بالوحدة، أنا بدي أقول له الرب جاي يشيلك من وحدتك، مو أتفكر إنه في حدا بني بشر قادر يشيلك من وحدتك إلا الرب يسوع. كل إنسان فقط زوج، كل إنسان فقط أم، بي، كل إنسان شايف حلو وحيد ومتروك. اليوم في دعوة خبري مفرحة لك انه تجي وتفتح باب قلبك للرب تيرجع يغير كل شيء بحياتك. صدقيني يا امرأة، يحين وقت يعبد الناس فيه الاب لا في هذا الجبل ولا في اورشليم. عم بيقول له يسوع بده يجي وقت،
ما بيعبدوا الناس فيه، ليه بالسامرية بالجبل انكم ولا في اورشليم، وانتم السامريين تعبدون من تجهلون، ونحن اليهود نعبد من نعرف، لان الخلاص سيجيء من اليهود. ولكن ستجيء ساعة، بدها تيجي ساعة. اي متى الساعة يا رب؟ هلا منشوف. بل جاءت الان. اوف، وانت ليه عم تسمعني هلا؟ هيدا وقت لألك هلا، هلا هيدا هو الوقت. انت واقع على التلفزيون مطرح ما انت، نسي شكل توني، يمكن ما بتحبه يمكن ما بتحبه، نسي شكل نجم، يمكن بتحب هالبروجرام يمكن ما بتحبه. الرب عم بدعيك، وهي الساعة هي الان هلا. يعبد فيها العابدون الصادقون، في عابدون صادقون وفي عابدون مش صادقون. من هم الذين مش صادقون؟ هن السامريين وهن تبع اليهود بأورشليم. كأنه الرب عم بيقول اثنين مش صادقين. ليش مش صادقين؟ يعبد فيها العابدون الصادقون الآب بالروح والحق. اوف، كيف هيدي؟ كيف بده نقبض الله بالروح والحق؟ هؤلاء هم العابدون الذين يريدهم الآب، لكن الله يريد إنسان يعبده بالروح والحق. كأنه عم بيقول يسوع، اللي عم بيعبدوني بالسامرية واللي عم بيعبدوني باليهودية بأورشليم، اثنين الله ما بده إياهم. هيدي هي الدعوة؟ الدعوة عم يدعين عليها الرب؟ عم بيرفعها تقول الله في عندي شيء أعطيك إياه. الماء الحي هو الروح. أوكي. عم بيدل الروح القدس. نعم، الروح القدس عم بيدل الانتقال من الانسان الخاطئ. بدي اقول شغله باسمه، هالانسان السامري خاطئ صحيح، كلتنا كل البشريه خاطئه لانه كلتنا اولاد ادم. انا بقول في سامريه بكل المسكونه. انا سامري، انت سامري، كل حدا منا سامري، كل حدا منا هو سامري. هالمره السامريه كانت عم تعمل خطايا. في فرق كبير بين الخطايا اللي هي خطايا والخطيئة. الخطيئة نحن مولودين بالخطيئة. صحيح. نتيجة هالخطيئة اللي نحن مولودين فيها بالأصل عم نعمل أفعال خطايا. نعم. لكن هي ما بهمني أنا الخطايا، أنا بهمني أني تحرر من الخطية اللي الأصلية. أنا ولدت فيها الأصلية. نعم. نعم. لأنه هون عم بدعيها منو عم بلومها؟ والله الله بيوحنا 3 كنا عم نحكي انه والله ارسل ابنه الى العالم لا ليدين العالم بل يخلص، بل ليخلص به العالم. لكن في مشروع خلاص من خطيئة الاصلية، متى ما الرب يسوع وتقبل هالمياه الحي اللي هي الروح القدس، حينشيل منك قلب الحجر ويحط قلب جديد، وحينشيل فكرك ويحط فكر جديد، تصبح انسان جديد. يا ريت قبل ما نسمع كنت حب اعرف. نعم. بس هيك كمان منوضح للمشاهدين. نعم. توني شو الخطية الأصلية؟ في ناس كتير ما بتعرف شو. نعم. الخطية الأصلية. الخطية الأصلية هي أول شيء انفصال عن الله. منشوف وقت آدم وحواء عملوا خطية، انفصلوا عن الله. نعم. وما حدا قادر قبل ما يجا المسيح كانوا يقدموا ذبايح كرمال التكفير عن خطيتهم. وكل البشرية تخطأ بطبيعتها. هلا بيقولوا هذا ولد شو ذنبه؟ اجا حدا لعندي قال لي هذا ولد شو ذنبه؟ تيخته هيك. بقول له انا اخي اذا عندك ولد عمره سنه ونص، ولد تاني عمره سنتين ثلاثه مثلا، اذا اشترى هديه لولد من اولاده والتاني ما جاب له هديه بغار منه. اكيد. الغيره، عدم المحبه، الله محبه، انفصال من الله. قايين وهابيل قتلوا بعضهم. صحيح. اليوم اليوم يوسف اخواته بيعوه، غاروا منه. صحيح. بيعوه وهنوه واتهموه وانسجن وكان ساكت. يعني طبيعه الانسان في خطيه، مين بده يحررني من هالخطيه؟ ما في غير الرب. طبيعه البشريه، الكل اخطا وعوز مجد الله. أمين. وين بدي انا نيل الغفران؟ ما في غير دم يسوع على الصليب. هو اللي دفع دم تيدفع ثمن خطيتي. كانوا يقدموا ذبيحه خروف او عجل كرمال يقدموا ذبيحه عن خطاياهم كفارة لخطيتهم. صحيح. اليوم أصبح الكفارة الوحيد عن خطية كل البشرية هو دم يسوع المسيح. أمين. هو بالمضمون بالحقيقة بالعين بنشوف المسيحية نقطة ضعف، أما بالحقيقة الصليب مصدر قوي وفخر لأنه هو اللي
رفعنا كفارة الوحيد لقال منه دم تيوس وعجول، دم تمين، دم 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 سفكه على الصليب كرمال دفع خطيتي، تم الغفران أمين. على الصليب. أمين. ما عليك إلا تيجي وتقبله، وتقبل أكبر خطيئة باسمة إني أرفض غفران الرب لألي. وقت ترفض غفران نعم. الرب لألي. أنا كنت سامرية ولمست شفاء الرب يسوع وشفاني من كل أمراضي ومن كل خطيتي، ولمست شفاء، لمست حياة، تلمسني بإيدك. خلينا نصلي قبل نصلي مع بعضنا كلتنا نحن ومشاهدينا، إنه يا رب انسي كل شيء هيك، غمض عيونك قول يا رب مد يمينك واشفيني، يا رب مد يمينك وحررني من هالجرة اللي جايبتها السامرية كرمال تعبي فيها مي، حررني من كل شيء مكبني، أمين. كل شيء ماسك فيه متمسك فيه بحياتك، من ماديات، من اشخاص، من سلطه، من كل شيء متمسك فيه، هو متمسك فيك. اجا يسوع يحررك ويجعلك انسان حر. ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. تعرفون الحق والحق يحرركم. قل له اطلب من الرب، قل له يا رب بحاجه لمياه حياه، بحاجة يا رب اني ارتوي واشبع فيك، بحاجة يا رب للمسة شفاء منك بهذا الوقت. صلي اطلب والرب عم يسمعك ويحدك، واقرب من ذاتك لألك، بيحبك، بيعرف شو في بقلبك، بيعرف كل خطاياك، بيعرف ماضيك، بيعرف كل جروحاتك. الرب بيحبك مثل ما انت، مش جاي يدينك، العالم بدونه، يمكن امك وبيك بدونوك، اقرب الناس لألك بدونوك، ولادك، مرتك، بس الرب ما بدينك ابدا، دايما فاتح ايديه تيغمرك تيشبعك تيعود لك عن كل الايام لاكل تجراد اضعاف واضعاف. لمسه شفاء، لمسه حياه، تلمسني بايدك انت الاله، انا عندي ايمان تشفيني لو هلمس توبة، ما انت الحنان. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك ده انت الإله. Thank you.
المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يسوع عايش فيني انا راجع ليك جاي لك بالزور بتمان وبتوب طالب غفرانك في دم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع عايش فيني انا راجع يا الله منحتني هيدي المحبة الثابتة يلي يعبر عنها بالرحمة والحنان. يا رب إذا أنا كنت بالوادي أنت بتحبني، إذا أنا كنت على رأس الجبل أنت بتحبني. الشعار يلي رح نتمسك فيه كل السنة هو حب بجرأة. اجتماع الأحد من كنيسة القيامة الحدث لبنان مباشرة على سات 7 في الأوقات التالية. التربية في عصر الانفتاح والتكنولوجيا والمعلومات أصبحت أمر صعب كتير، بنواجه مشاكل وتحديات مع أولادنا ما بنعرفش نتصرف فيها، وأحيانا بنتصرف بطريقة عشوائية. للأسف النتائج بتاعت الطريقة العشوائية دي بتظهر بعد وقت طويل مع أولادنا. استنوني في برنامج الكوتش، حلقات جديدة وموضوعات جديدة، مستني تليفوناتكم، مستني استفساراتكم. اتجوز وهو عنده 40 سنة. 20 سنة بينتظر الابن الوارث. ده مفيش غير ابراهيم ونسله، ده اللي منهم هيجي المسيح. يعلمنا اللجاجة والصراع في المقادس. الضغطة دي هي اللي هتجيبك عند قدميه من غير انت ما تحس، هتلاقي الرب بيجري عمل داخلي فيك. النهاردة ما اقل ما ننبث في حضرتك، سيبه هو ليه وقته وعنده الحكمة امتى يتدخل وكيف يتدخل. لكن اليوم الرب بيعرف قلبك، بيعرف كل شيء عنك، ان اعترفتم بخطاياكم فهو امين وعادل ان يغفر جميع الذنوب.
بدي ادعيك ما تخاف من انك تربي خطيتك، ما تخاف انك تكشف خطيتك وتعلنها. وبدي ركز هالشي تاني، بيقول انتم تجدون لمن لا تعرفون. خطرة كتير هالكلمة. ديش كنا قبل ما اتعرف هالمسيح، كان من 29 سنة وقت عرفت هالمسيح، وانا انسان بالحقيقة واصل للصف السيزيم او المتوسط، كنت روح اسجد اذا شعلت شمعة او بمكان قديم وحجر قول هذا مكتوب يافتة المكان مقدس، حس بالعاطفة، حس بشعور اني عم حاول اني ابدا الرب. ولكن في مثل لبناني بيقول تيتي يا تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، ما تغير شيء بقلبي. لكن مش العبادة هي بمكان ما، مش العبادة بالعاطفة ولا بالشعور، مشان هيك عم نعبد إله ما كنا نعرفه. أما اليوم في دعوة لأن كلتنا، وإذا شي اختبرته بال 29 سنة كان أمري أن نعبد الله بالروح والحق. توبوا تغفر خطاياكم، الرب بينعمل عليكم بالروح القدس، وتتغير طبيعتك من طبيعة بشرية إلى طبيعة آدمية. لأنه اليوم أنا ضد الآدمية، كانت آدمي صرت مسيحي. تتغير طبيعتك من طبيعة آدمية ابن آدم إلى طبيعة المسيحية اللي هي ابن الله. وكل من يؤمن بالمسيح فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله الذين ولدوا لا من جسد بل من الله. هون كمان بدي أحكي بأي 25 شو بتقول؟ قالت له المرأة أعرف أن المسيح أي المسيح سيجيء، ومتى جاء أخبرنا بكل شيء. أول كلمة قلت له أنت يهودي، تاني مرة قلت له يا سيد، تالت مرة قلت له أنت نبي، رابع مرة الله جمعت حسابات عم تفكر منه هيدا، أنت المخلص، أنت المسيح، أنت الجاي تخبرنا عن كل شيء. عم شو بيقول يسوع هون؟ فقال لها يسوع أنا هو. أنا بصلي أنا وياك اليوم أنه كل حوار، وإذا كنت جدي وعم تفتح حوار مع يسوع، أنه يسوع يكشف ذاته أنه هو المخلص حياتك. أمين. هاي أبشركم بفرح عظيم لقد ولد لكم مخلص، لا مخلص آخر ولا نبي بعد المخلص، الخلاص تم الصليب وخلصت. اليوم الدعوة لألك ولألي أنه نتمتع بحياتنا مع يسوع ونعيش حياة الله على الأرض، ونكون كلاتنا على صورة الله ومثاله، لأنه الله وقت خلقنا بالبدء خلقنا صورته ومثاله. فاليوم قلت هون الله أنا هو. طيب أول مرة يسوع بيقول أنا هو كان للمرة السامرية، اللي بالنسبة لليهود هو الهراطقة. أنا هو، أنا هو، ما قال لتلاميذه أنا هو، كانت الشياطين تعرف أنه هو وتعلن وتقول أنت المسيح ابن الله، كانت ترتعش وتهرب منه. ما قال أنا هو لحدا، لحدا اليهودي وللفريسيين وللتلاميذه حتى. قال للمرأة السامرية أنا هو. الرب جاي للخاطئين، جاي للضعاف، جاي للمجروحين، جاي للفقرة، جاي للعطشانين، جاي للمسجونين، جاي للمقيدين. وكلاتنا مقيدين بالخطية ومسجونين بكتير أمور بحياتنا. يمكن سجنك هو خوف من الموت، الرب إجا حررنا من الخوف حتى من الموت. واو. طيب كانت جملة أنا هو، بس حابة أعرفها هيدا منك. نعم. قال لي اياها نيالا، قال لي اياها انا بحسدها للسامرية. ايه وانت قال لك اياها باسمة. ما هيدا اللي بدي اقوله، انه قالنا اياها كلنا اللي اختبرنا الرب يسوع، قالنا اياها بمطرح معين بطريقة مختلفة. ايه؟ او هي ذاتها كشف ذاته لقلنا بطريقة مختلفة. بطريقة مختلفة كل انسان الرب بيتعامل معه بطريقة مختلفة. هالتاني انا وقت اختبرت الرب قمت ركعت وطلبت الرب من قلبي، لان بيقول ان طلبتوني من كل قلوبكم تجدونني. بلشت كنت همبارة بالإنجيل قبل بفترة. الإنجيل بلش يبكت لي ويظهر لي إنه في الله والحقيقة، وركعت شفت كل خطاياي مثل فيلم مر بحياتي، مثل فيلم سينما. صرت أتفرج من أنا وصغير لهالوقت شو عملت، صرت أبكي مثل ولد صغير. هوني تم الغفران. أنا كنت صرخة من القلب، أول مرة كنت بنسحق، أول مرة كنت بحس تركت جرتي مثل سامرية تركت جرتها، تركت خطاياها، تركت حياتها السابقة. حسيت حالي تركت جرتي توني
وتاني يوم كنت بجامعة العنصرة معكم بالتسبيح، كأنه هالليلة كانت ليلة صرخة من القلب، صرخة انسحاق انكسار والموت عن الأنا يلي كنت عايشة فيه، أنا وأنا وأنا الفنانة وأنا فهيدا الشيء هو ذاته يمكن طريقة هي ذاتها، بس كيف تختلف بنعرف؟ كيف بنعرف مع بعض الأشخاص؟ كيف بنعرف؟ أكيد كل شخص بمختلف أنواع العالم، نعم، بشتى الطرق بحكينا الرب الطرق. نعم. بس بدي أقول شغلي، شو العلامة اللي بتدل أني أنا التقيت مع المسيح؟ شو هي العلامة؟ مع المسيح منشوف هون، وعند ذلك رجع التلاميذ فتعجبوا حين وجدوه يحادث امرأة. شي جديد، كيف عم تحادث أنت الامرأة؟ حتى التلاميذ ما فهموا عليه، ولكن لا أحد منهم قال ماذا تريد منها، ما حدا سألوا شيء أو لماذا تحادثها، بس كانوا بقلبهم إيش بدو منها، حشرية البشر. صحيح. ليش عم شو عم بيقول له؟ شو عملت هون هي؟ وكانت هي وياه مرتاحة، إجوا التلاميذ صاروا 13 رجال حد منها، وما عاد ترتاح. شو عملت؟ وتركت المرأة جرتها، كانت أهم شيء عندها جرة ومكبشة فيها، تركتها. من بعد هذا اللقاء تركت الجرة، لمن راحت؟ ورجعت إلى المدينة، ما هي هربانة من حيلا شخص يشوفها الظهر، رجعت على المدينة، هي نزلت على العالم اللي هي هربانة منهم. شو نزلت تقول لهم؟ طيب شو هالدافع والغيري بداخلها أن تنزل هالمدينة تاخذ هالقرار؟ في قرار جديد إجيها. فقالت للناس هناك، صرت تقول للناس، بلشت تخبر الناس، مثل ما أنا اليوم بدي أقول لك وعم نخبر وانت بدك تخبري، تعالوا انظروا رجلا ذكر لي كل ما عملت، فهل يكون هو المسيح؟ اليوم شو صار؟ نزلت هرباني شايفوها انه هاي هاي هاي، قلت له خلاص ايش بكم فيني انا، خلاص انغفرت خطاياي، كل شيء ماضي صار جديد، الرب مش جاي رقالك حياتك الماضية، جاي يجعل حياة جديدة فيك، بلبس جديد، بشخص جديد، بشخصية جديدة، بطريقة جديدة، بأهداف جديدة. تركت الجرة ونزلت هالضيعة اللي عندها، وقال تعالوا شوفوا، تعالوا وانظروا، أنا بدي أدعيك لك، تعال شوف، افتح إنجيلك وشوف. فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى يسوع. جابت العالم التلاميذ 12 اللي كانوا معه، ما حدا جاب منهم شخص. هي المرأة السامرية نزلت جابت الضيعة عند يسوع، أقوى وأول مبشرة، هي أخطأ إنساني وإنساني عم تعبد إله ما بتعرفه، ومجروحة ووحيدة ومتروكة ومظلومة، مثل ما في مثل بيقولوا أكلوها لحم وشلحوها عظم. خمس رجال مروا لي قديش علقت إيمالها أشخاص، يعني من سامرية إلى كارزة باسم يسوع، من سامرية إلى أكيد كارزي بالمسيح أو شاهدي بدي أسميها، شاهدي للمسيح، وكل إنسان مسيحي هو شاهد. أمين. نزلت شهدت، تعالوا شوفوا المسيح شو صار هون. فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى يسوع، وكان التلاميذ في أثناء ذلك يقولون ليسوع كل يا معلم، كانوا هني ملهيين ببطونهم، يلا قال. فقال لهم لي طعام أكله لا تعرفونه أنتم. شو أكل الرب؟ تعرفوا شو أكله؟ أنه يصير عرس بالسماء. قال هكذا السماء تفرح بشخص واحد يتوب، بيصير عرس بالسماء، الله بيفرح وقت بتعترف وبترجع لعنده. الله في اشخاص بيقولوا طيب الرب بيغفر لي، انا قاتل قتيل، قاتل عشرة، دابح، لو كنت دابح 500 رجل الرب باعتراف منك بيغفر لك خطيتك، لو كانت خطيتك بلون احمر كالقرمز بيقول يجعلها بيضاء كالثلج. الرب جاي بده رحمة، ما بده ذبيحة، بدو يخلصك، ما بدو يحاسبك. ما تخاف شو ما كنت عامل، شو ما كنت عامل، إبليس بكذب عليك بيقول لك بيحملك ذنب. وهالمرة السامرية حاملي ذنب إنه أنا غلطاني وأنا أخطأت وأنا وأنا وأنا. حتى إذا كنت حامل ذنب منه، من الله، من إبليس، ما تحمل ذنب، أنت محبوب مثل ما أنت، محبة الرب لألك غير مشروطة، هو بيحبك وقابلك مثل ما أنت، ما بدك غير تعمل خطوة تجاهه. اقتربوا إلى الله فيقترب منكم، ارجعوا إليه فيرجع إليكم. مش هيك اليوم بدنا نشوف شغلة بأي 38، وأنا أرسلتكم لتحصدوا حقلا ما تعبتم فيه. بعتها وقت اختبرت واحدة راحت بدون ما يقول الله هم تحصد حقل، غيركم تعب وأنتم تجنون ثمر أتعابه. فآمن به كثير من السامريين. أمين. ما آمنوا فيه لأنه التقيوا فيه،
في تلك المدينة لأن المرأة شهدت فقالت ذكر لي كل ما عملت. فلما جاء إليها السامريون رجوا منه أن يقيم عندهم فأقام يومين. كانت هاليومين هي شو عم تعمل؟ مقيم هون عم تروح جيب له عينها يلا عم تروح تشوفه تشوفه. لقيت حبيبة لقيت الشخص السابع. هي كانت متجوزة خمسة مصاحبة واحد والتقيت برجل اللي هو يسوع المسيح رقم سبعة. ورقم سبعة رقم الكمال. يسوع عم بيدعيك تكمل لك حياتك تعيش الحياة الأبدية هلا على الأرض، تعيش الفرح والسلام والقوة والنجاح والحماية وكون على صورته ومثاله وكون عم تشهد لقاله. مشان هيك صار أهم من الجرة، صار عندها شيء جديد بحياتها، صار عندها هدف، لقيت في عندها مواهب، ولقيت انه من اشبع نفسها وروحها وكل شيء مليها شبعها ومليها. وين بنثبت انه مليها؟ نسد هالضيعة هالمدينة بلشت تفيد صح تفيد للاخرين. تعالوا شوفوا صار فرحها مثل فرح يسوع. فرح يسوع انه يخلص البشر، صار فرحها انه كل المدينة حتى العدوان اللي اذيوها انه يخلصوا. يعني الناس اللي بتكرههم صارت بتحبهم، نزلت قلت لهم تعالوا تعالوا اخلصوا مثل ما انا خلصت، تعالوا قبلوا الغفران مثل ما انا غفر لي، تعالوا عيشوا الحياة الابدية. هي المياه انهار ماء الحياة. وزاد كثيرا عدد المؤمنين به عندما سمعوا كلامه. وقالوا للمرأة نحن نؤمن الآن لا لكلامك بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه بالحقيقة هو مخلص العالم. حأنهي أنا موضوعي اليوم مع العلم أنه هذا الموضوع من أكبر المواضيع وأهم موضوع. بس بدي أقول لك المسيحية مش كتاب الكتاب الإنجيل أو البشرة الخبر السار مش مشان تريح نفسيتك ولا مشان إذا كنت شاذ أو عايش حياة ملتوية مشان يزبطك ولا مشان تعيش حياة مادية. الحياة المسيحية هي يكون يرجع يصير في عندك مصالحة مع الآب، ترجع تتصالح مع الله، لأنه بخطية واحدة بتفصلك عن الله وإجر كل خطية موت. ما في غير يسوع المسيح قادر يرجع يصالحك مع الله وترجع ابن وتعيش ابن مدلل كأوحد لقاله. هو بيقول لك شعره من راسك ما بتسقط، هو اللي بيحميك، هو بيسدد لك احتياجاتك، هو الوحيد قادر يروي قلبك العطشان ويشبعك شبع ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة. هيدي كانت أول آية بيكلمني الرب فيها من أول ما تبشرت بالرب يسوع وفعلا فعدت بحياتي. نحن هلأ رح نسمع ترنيمة خاصة لألي بصوتي عنوانها دورت على الأفراح من كلمات الشاعر رمزي بشارة وألحان ماريا نظمي. دورت على الأفراح. كتير قوي العالم وعدني لكنه كان عشاش في زحمة حواليا صحيح لكن في قلبي فراغ. كانت حياتي ما تستهلش انها تتعاش. دورت على الافراح في ميت حاجة وما لقيتهاش. وكتير قوي العالم وعدني لكنه كان غشاش. في زحمة حواليا صحيح لكن في قلبي فراغ. كانت حياتي ما تستاهلش انها تتعاش. ايامي بين حزني ودموع متقسمة وفي لحظة حزني انتهى وبقيت حاسمة.
بدنا نذكر بس توني انه ترنيمة دورت على الافراح ترنيمة اختباري مع الرب يسوع واختبار كل شخص عم يشاهدنا، كل شخص موجود معنا من الحاضرين ومن المشاهدين. اهلا وسهلا، خلينا نشوف مين منكن كان مثل السامرية وصار اليوم عم بيشهد للرب ويفرح. قال اليوم بتعرفوا وقت الواحد بيشهد للرب الفرح اللي بيناله اقوى بكتير من كل الاحزان والاتعاب والجروحات
اللي عشناهم بحياتنا. فهي هو التعويض اليوم ان نشارك الله بفرحته، نشارك الله بالاعراس اللي عم بتصير بكل انسان يتوب وبيرجع لحضن الاب. جيهان، سلام المسيح. سلام المسيح. خبرينا انت، كلمك بحياتك المثل السامري السامري كثير. وين انت كنتي فيه؟ تشبهي السامري؟ انا هي السامري. حلو. انا طلعت من عائله، ما اكيد الرب ما كان موجود بعائلتنا، يعني كنا كلنا مفكرين حالنا منصلي وهيك بس، يعني كنتوا تعبدوا اله المجهول اللي حكيت عنه. ايه اكيد مش هيدا هو الله اللي انا بعرفه اللي كنا نحن نصلي له، اكيد لا. مش هو. والرب بيقول من فيض القلب ينطق اللسان، يعني كان كل شيء ننطقه انا واهلي وانتوراجي كله هو مسبات ونميمة وحكي على العالم والكلمة اللي بتجرح، يعني من نقية تنقية يعني للكلمة اللي بتجرح. هذا إذا بدي أحكي عن ماضية شوي. لحد ما انطلقت بالحياة وكان كل شيء أعمله بس لحتى بدي أوصل لشيء ما كنت أعرف. يعني هلأ صرت أعرف، قبل دايما عندي جشع وعندي جوع لكل شيء بعلاقاتي الشخصية بحياتي المهنية. تركت الضيعة، أنا بنت ضيعة، تركت لقبيات، نزلت على بيروت عمري 17 سنة قعدت بفويه وصرت أشتغل ومسرب للست الصبح وأتعلم وفتحت لها، يعني لحد ما تعرفت على جوزي وصار في حبل قبل الزواج. هيدا الشيء اكيد بعد هاي اول مره انا بشهد لهيدي النقطه بحياتي، اكيد كنت ما بسترجي ولا مره كان عندي الجرأة احكي عن هالنقطه. عم تحكي بهي النقطه تقول لك ليش؟ لانه الرب حررك. نشكر الله، نشكر الله، نشكر الله. انا اليوم وقت بطلع وبحكي اول شيء بقول لهم انا ابقى تعطى مخدرات، انا ابقى كذا، ابقى العب الامار، ابقى اذني، ابقى كذا. صح. ليش؟ لانه تحررت. العالم بتخبي، العالم الاشياء بتخبيها، ما نحن عم نجاهر فيها، حبل قبل الزواج عم نجاهر فيها التلفزيونات. ليش؟ لانه الرب غفرنا اياها. نشكر الله. يعني قبل ما كان عندي حياة بالموضوع، يعني حتى وصلت لمحل انه اهلي بدهم ما يعترفوا في اخر هم العالم انه انا open minded، مش طلع لي شيء من اهلي، فاتحة على حسابي اكتر شيء شو ما بدي اتجوز ما بتجوز، مش فارقة معي حدا، يعني كتير عايشة بعالم، مع انه انا بنت ضيعة وبي زلمة جدا ماشي على، يعني منجي قبل العتمة كنا وهيك، بس ما هيدا الشيء كله ما نفع معي. كنت عايشة حياة ما حدا بيعرفها. ارتويتي؟ تشربي من هالمي ارتويتي؟ اف شو كنت تعبانة، اف شو كنت ما اعرف حب ولا اقدر اتلقى محبة. يعني جوزي كتير حبني، ولا مرة كنت شوف حقيقة مشاعره. هلأ بعرف شو يعني يحبني جوزي. هلأ صرت اعرف حب، هلأ صرت اعرف عن جد من فيض القلب ينطق اللسان. كيف صرتي تعرفي؟ اختبرتي اختبار مع يسوع؟ اكيد. شو اختبرتي؟ الخلاص؟ اكيد اختبرت الخلاص، تعرفت عليه وفي علاقة شخصية وطيدة بتربطني فيه. يعني فين نقول انت ولدتي مثل ما ولدت السامري، ولدت من جديد، انت ولدتي؟ اكيد اكيد، انا مش هي اللي كانت، هيدا على الاكيد. الاشياء العتيقة قد مضت وهي الكل قد صار جديد. امين. الذين هم في المسيح فهم خليقة جديدة. وهي كل شيء قد صار جديد، كل شيء بالسامري صار جديد. عن جد كتير. شو بتقولي لكل لمسني؟ شو بتقولي لكل حدا عم بيسمعنا، لكل حدا بعده عم بيمارس الجنس قبل الجواز بيعتبروها انه هذا شيء قانوني او بيحقلن، لكل حدا بعده عم بيفكر الميل وهي مكبشين بالجرة، شو بتقولي؟ ما الفرق بين مياه الرب يسوع ومياه العالم؟ انا بقول لهم ولا مره رح تتغير الحياه، انا حياتي ما تغيرت، انا اللي تغيرت. اذا ناطرين يشبعوا من محل والحياه تشبعهم، انا باكد لهم انه لا. انا هلا حياتي اذا بدي اقيمها
إذا حدا بيشوف مثلا نقص مدخولة 70%، مشاكل كلها الدنيا مفاوضة الدولار، يعني إذا بدي أي مظبوط هيك بالأرضيات بقول إنه أنا أسوأ بكتير. بس أنا أوقات بحس قلبي رح يطلع من محله عاد ما أني إنسانة مملوءة من الفرح، وعاد ما أنا أكيدة إنه الرب كامش يميني وقيد حياتي وعائلتي. فبقول لكل حدا علقان، أنا ما بقى تعني لي الخطية إن كانت شو ما كانت، يمكن حدا ولا بيمارس الجنس ولا بيتعاطى مخدرات بس ميت، مش شرط يكون مربوط بشي، هذا كله مادة. لو شو ما كانت الخطية، حتى نظرتي للإنسان الخاطئ قدي بحبه، قدي بفهمه، قدي عقلبي يعرف الحياة التانية يلي هي أحلى بكتير. كل أنا وصلت لمحل أقول إنه لشو هالدنيا، ما فيها شي، كلها تعب وركيد ومشاكل ومصاري وبيخلصوا ما بتشبع. فبصلي لكل شخص غرقان بحي الله نقطة كانت، حتى يعني ما بحب سميهم حتى لأنه هي النتيجة ذاتها كله ميت. هيك بصلي بس يصرخوا صرخة للرب انه مش هالحياة اللي بدنا نعيشها، بدنا نعيش حياة جديدة لانه موجودة. اطلبوا الرب ما دام يوجد، اطلبوا الرب من قلبكم وهونك بيصير التغيير الجذري. انت والانجيل كيف صارت علاقتك مع يسوع بالانجيل؟ كتير بحب قدام خبالي الرب حقوق وصلاحيات وقداش عندي قوة. امبارح كنت عم بقرا ايه بعتها للاخوه على الجروب انه الرب بده اياك كاسد زائر، يعني حتى الرب كنسر، يعني بيشبهنا بي 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 بالملوك بي بي كمان، يعني بتحس شو هالمجد اللي الرب عطانا اياه بالمسيح. اشكر الله. الاسد هو ملك الغابه، النسر هو ملك الطيور بالملوك. انطوني حيدر، سلام المسيح، كيفك حبيبي؟ الحمد لله. كيف اختبرت الرب؟ شو انا كان عمري تقريبا 11 سنه. قديش عمرك اليوم؟ 18. نعم، من عمري 11 سنه بلشت اتعرف على رفقه كانوا كلهم اكبر مني على القليل بخمس سنين، وهول الرفقه مثل ما بيقولوا ما كانوا رفقه صالحين، فكان جوهم كله مخدرات ودعارة وسهر. من 11 سنه؟ من 11 سنه. وين كانت؟ بالمعملتين؟ لا بس يلا. كنت بالميلة الروحية فكر انه اذا الله موجود اوكي موجود، ما انه موجود اوكي ما انه موجود، شو بدي فيه يعني، على الحالتين مش جاييني شي منه. بس كل وقت يعني انا ومع هودي الرفقة هن عم بيعملوا قصص غلط قدامي، فكر انا انه في شي مثل الارم براسي، بعدين اكتشفت انه هذا هو الروح القدس اللي كان عم بيحميني من كل هودي القصص. بعد فترة امي تعرفت على جماعة وراحت اول لقاء، بعد جمعة قالت لي بتروح معي؟ قلت لها انا لا، انه ليش بدي اروح، بلا يلا روح ومدري شو. قلت لها خلص اوكي، رحت معها حبيت، قلت انه اوكي شي جديد. قالت لي في رياضة روحية بعد جمعة بتطلع؟ قلت لها اوكي. نهار رياضة روحية قلت لها خلاص ما بدي، عملت المستحيل اخر شي قلت لها طيب خلص. طلعت وكل وقت في مواضيع تسبيح، كل وقت اوكي مغمض عيوني بس عم بتشارك؟ ما عم شارك ولا شيء ولا بدي، يعني اوكي انتو هون انا هاد اليومين باقي هون وفعل على البيت بس انا طالع غصبا عني. بعد تاني نهار كنا مجتمعين جروب صغار كلنا رفقة بين بعض، عم بيصلوا. انا هون قلت انه اوكي انه كلهم مبسوطين الا انا الوحيد الزعلان، بس لا انه خليني بس جرب شوي صغيرة شارك معهم بركة انه ما حدا بيعرف. فمثل ما انت بتقول انه بس تفتح البرداية شوي صغيرة بفوت النور بسرعة مخيفة، هيك صار. فتحت قلبي شوي صغيرة دغري هون قلت انه لا شو عم بيصير، حسيت فرح ما بين وصف. من وقتها صرت كل مواضيع عم بتطلع هيك انه ايه بدي حكوه كتير مبسوط انا بالشي عم بيصير. واخر شي باخر صلاة كانت بالرياضة كانت من احلى اللحظات اللي عشتها بكل حياتي، كل شي فرح حسيته من عمر 11 سنة لعمر 14 سنة اجمعهم مع بعض ضربهم ألف مرة ما بيطلعوا قد ربع الشيء اللي حسيته بوقتها. امين. وتاني نهار كنا نازلين من الرياضة فيل ما بدي فل، يعني كنت طالع ما بدي اطلع صرت فيل ما بدي فل. حلو طالع ما بدي اطلع صرت فيل ما بدي فل، لانه ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ربي يباركك. شو بتقول للشباب اليوم بعمر 18 سنة مثلك؟ لا
لكل حدا مفكر الحياة بعيدة عن يسوع والمسيح هو شيء بده قديم، او اذا واحد بده يصلي انه هذا بوفر حرام اللي شو صاير معه. انت اليوم بتصور مطرح ما بتكون ما بتستحي بالمسيح بتخبر عن يسوع. اكيد. بالوقت الاشخاص بيستحيوا بالمسيح، من يستحي به امام الناس استحي به امام ابي الذي في السماوات. انت اليوم تستحي تخبر عن يسوع؟ اكيد لا. شو بيقولوا عنك الشبيبي او بالمكان اذا عن يسوع؟ شو بتنصحهم؟ اول فتره كانوا انه شو هذا، انه هلا كان هيك، ليش تاني نهار نزل صار هيك، انه في شيء غلط، في شيء ما مزبوط. بس في كتير انه لانه استغربوا وشافوا انه كنت اعمل حالي مبسوط وهن يعني عم بيعيشوا الشيء اللي انا كنت عايشه ومنه مبسوطين، فمنهم كتير انه لا بدي، صار عندي الحشريه. في كتير جربوا ضاقوا ولاقوا، في منهم انه خلص ما بدي. يعني هلا انت عمرك 4 سنين بالمسيح؟ مزبوط. امك ويني؟ هون ست ماري. كيف بتشوفي ابنك صار؟ سلام المسيح يا توني. أنطوني مثل ما قال لك يعني اختبر الرب كان عمره 14 سنة. وأنا من النوع الأمات اللي كتير بحضن ولادي بطريقة أنه قبل المسيح أنا كنت عابدة ولادي، يعني أنا بدي أنطوني يكون مثل ما أنا بدي، مش ما كنت عطيته الحرية. لحتى وصل أنطوني لعمره 14 سنة صرت حس هون هي العائلة بتتكون من رجال وامرأة وولاد. فوصلت لوصل أنطوني لعمره 14 سنة صرت حس أنه أنا هون بحاجة للبي هو اللي يكفي هالمسيرة معه، لأنه أنا كأم واحدة ماني قادرة. وبي توني كمان معنا هون. توني كان هو توني بي حنوني كتير، بس كل همه كان مفكر انه بيسدد احتياجات العائله فقط بالماديات، يعني كان كل همه انه يشتغل لحتى يجيب لنا المصاري. لحوده الصبح العشيه دائما كان فيها الفراغ، فراغ البي بالبيت. لحتى لما اختبر نشكر الرب هلا عم بيعوضنا، نشكر الله. فانطوني بحسه انه اول ما اختبر الرب حسه انه ماما ما عم يفهموني اصحابي، فشوي شوي صرت لاقيه انه عم بيجيبهم واحد ورا الثاني. يعني انت اول حدا بالعيلة ايمنتي؟ نعم، انا اختبرت المسيح من 5 سنين. عشت تقريبا شي سنة لوحدي، ما كان حدا يفهمني، ما كنت اعرف وين بدي اروح. كنت صلي دايما على هيدا النية انه يا رب حطني بمطرح اقدر هالماء الحياة اللي جواتي انه تفيد للاخرين مثل ما عم تحكي. لحتى الرب هيك بقيادة من الروح القدس تعرفت عليك خيتوني وانطلقنا سوا بجامعة العنصرة. من هون بلشت المحاربة عندي بالبيت من جوزي، لأنه ما كان بعد اختبر شيء، ما كان يعرف شو نحن عم نعمل. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. آمني بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك، هيدا وعد الرب. البيو لا أنطوني. سلام المسيح. بقلبك خي. أنا صراحة كان كل همي مثل ما قالت ماري أنه أمن لهم حياة أرضية أكفيهم وشوفهم مبسوطين ومرتاحين، لدرجة كنت أوصل أوقات تجي ماري بدها تنزل على البحر نهار الأحد اللي زال معنا، قال لا كان بالي بالشغل. تجي من عشية اللي كل الأهالي معهم، كل الأهالي يعني معهم أولادهم، وأنتوني بيقولي ليش بي ما بيجي معنا، إلا أنا معلق بكرة مع الوقت شوي لقدام بكون زبطنا وضعنا وبنصير نهتم بهذا الموضوع. ما تعت لي هم، كان عندي خوف من بكرة، كنت على طول أعطي الهمون بشكل كتير كبير. لما وصلت لمطرح ماري تغيرت، صرت أطلع فيها فرحاني بالوقت اللي نحنا بعدنا نفس الشيء، فرحاني كتير ومبسوطة. فت بحرب أنا وياها طاحني، أكيد إبليس ما راح يخليها تكون مرتاحة. لفضل وصلت لمطرح بدها يطلعوا رياضة روحية وأنا كنت عم حاربها ما بدي إياها تطلع، بس طلعت وأخذت الأولاد معها. لما نزلوا صرت خبط على راسي أقول حرام، مدري وين راحوا ومدري وين بعتهم، لأنه رجعوا بذهنية تانية. يعني لدرجة راحت جابت لهم درباكي صار يصبحوا بالبيت، بس إجي من الشغل وبس وقف سيارة يوقفوا يخافوا لأنه أنا طالع على البيت. بقى
لا تستصعبت اني طلعت رياضة روحية وشفت العالم كيف فرحانة وكيف مبسوطة وشفت العالم عن جد عندها هيك لهفة للحياة بغير اللي انا عم بتطلع لها. تصار عندي هيك حروبات كتير بالبيت حتى جيت فترة رحت حشماري على بيت اهلها وترب اجا قال لي خلص صار وقت انك تجي لعندي. انت عم تخدم بجامعة العنصرة مطرح ما ميري عم تخدم وابنك كمان عم يخدم واليوم هو اللي بيستخدم الكاخون والدربكي بجامعة العنصرة. نعم. الرب حولك من ارنب الى اسد ومن سوس الى نسر. امين. ومن وكي. ابن ضال كنت ابن ضال حولني لابن لألو ونشكر. واليوم توني هو بيساعدني وخادم الامين. نشكر الرب عليه ونفك. نشكر الله عليك خير. نشكر الرب عليك وعلى ماري وانتوني وعلى كل الاخوه. نحن مشاهدينا ناطرين اتصالاتكم مشارككم طلب صلوات لكل حدا عنده شيء يحكيه يشهد للرب. نحن جاهزين. نحن صار عندنا صلوات توني. صلاة من عادل من المغرب بيطلب صلاة من اجل جماعة المؤمنين بالمغرب للرب يتمجد بقوة بالمغرب. امين امين. بنصلي بهذا الوقت انه لخينا عادل والجماعة الموجودة هونيك انه الرب يمليكن من غيرة خلاص النفوس ويأتيكن جرأة بانكن تشهدوا والحكمة تعرفوا كيف تشهدوا وتخبروا عن يسوع المسيح. ومنصلي هيك هالجرأة تجيكن مع الحكمة لانه ربح النفوس حكيم. الرب ابتدى عمل فيكن والرب امين انه يكفيه الى المنتهى. بصلي نهضة بالمغرب كون الرب يسوع هو ملك هالمغرب وكل عيال المغرب ويخلصها من كل الشعوذات والسحر والعرافين والسحر والقصص. تنكسر هاللعنة عن المغرب باسم الرب يسوع. انتم بالمسيح حكونوا اكبر واكثر من منتصرين باسم الرب يسوع. ونتنبع حياتكم جيش من النفوس يسكبر الرب. كونوا امينين هالقليل. الرب يجعلكم امينين هالكتار باسم يسوع. كمان بدنا نصلي للكنيسة بالمغرب وبتونس وبافريقيا وبكل هيدي المناطق كلها كمان يتمجد الرب بجماعاتهم وللكنيس كلها الموجودة. امين. هلا بعد شوي حنصلي للكل بعد ما نسمع اختنا. بس في معنا صلاة كمان كانت ناطرة تسمع باسمها. إيلان بتقول بدها صلاة ليشفيها الرب نفسا وجسدا وروحا مع اخواتها. امين. إيلان هلا منصلي لإيلان. يلا. سلام يسوع. بقلبكم. اسمي جوال حداد عمري 26 سنة. ولدت بعائلة مسيحية. ما بتذكر مين خبرنا عن يسوع بس بتذكر انه كان على طول عندي هيدا الشوق والحب لإله. كان هو رفيق الوحيد. كان عندي كتير صعوبة يكون عندي رفقة. كبرت انحطيت بمواقف كبرتني اكبر من عمري. حملت مسؤولية كتير اكبر من عمري وصلتني لأعمل ديبريسيون. ما اقدر نام. عدة محاولات انتحار. من بعد هيدي المرحلة كان في عطول صوت بدانتي بيقول لي انه قومي وقفي انه ماشي الحال رواق شد حالك قومي. فكانت الحالة المادية عنا كمان بالبيت شوي مش ولا بد ودايما في توتر وهيك في حب موجود بس ما حدا قادر يعبر ما حدا فاضي يعبر. انفرض كمان كون بجو عالم طاجي وسكرين وهيك. يعني شدت على هيدي الحياة عمري 13 سنة. يعني شدت عليهم محيولة طفولتي وحملت مسؤولية عالم كمان كتير. فهون عملت انا بلوك لحالي. يعني مشاكلي صارت انه كتير بايخة نسبة قد العالم مشاكلها قدامي. فما كنت عم فضي انا. كنت عم بعطي محبة لغيري وين فيني اسند غيري تنسى انا مشاعري. هون رجعت كمان كبرت شوي صرت عم بلهي حالي عن كل المشاكل بشغلي بالضغط وين فيني اثبت حالي وين فيني بين حالي. وبنفس الوقت لانه عم بعطي كتير محبة وسند للكل عم جرب شرج محبة انا لإلي وطاقة لإلي من مطرح الغلط علاقات
فاشله مثل المره السامريه معلقه بجره بتشربني مي ما بتشبع لي روحي. ف لهونيك مرحله وصلت انه عم بعمل بانيك اتاكس، عم بعمل نوبات هلع، عم بعمل نوبات ميجران، صار كثير في ضغط علي نفسي. لبالاخر وصلت انه كثير تعبانه خلص، يعني بتذكر جسديا ونفسيا بكل الطرق ممكن تفكر فيها. لا قبل بجمعه من ما اتعرف على جامعه العنصره بتذكر كنت عم اقولها لرفيقتي انه حاسه انه الربع الثاني طاقه هالقد وفضيتها وما عم شرج من ولا مطرح، فانا خلص ماني قادره بقى. فعملت بلوك على العالم كله وعملت رده فعل كثير بشعه، عملت رده فعل كثير بشعه. ايه كثير. فطلعنا على الرياضه الروحيه، تعرفت على جامعه العنصره على المضيع بالانجيل، انه بقرا انجيل بس ما كنت اشوفه بهيدي الطريقه، ما كنت اعرف صلي بهيدي الطريقه. نعم. ما كنت اعرف انه يسوع بيرد علي، بعرف انه فينا احكي معه. نعم. بس ما بعرف انه هو حي يجول ويصنع عجائب. شو صار؟ كيف صار اللقاء انت والرب يسوع؟ بصلاه الامتلاء نار خرقت فيي، الروح القدس، شيء مش طبيعي. ابكي. فينا نسميه هذا الماء الذي انا اعطيه. ايه هذا هو المياه الذي عند الرب يسوع، اللي هو بده يرويك منه. لكل حدا عم يسمعنا، هو اللي بده يرويك منه، هو الوحيد القادر يشفيك ويحررك من كل مرض ومن كل قيود ومن كل وحده. مثل ما حكينا هو مياه الحي الذي يشبع. خبرنا عنه شوي. حتى هون بهيدي المرحله من بعد، يعني حسيت لما كنت عم تصلي معي حسيت بنار عم تخرق فيي. ايه؟ نار التوبه، عم ببكي من قلبي على اشياء ما بتذكر اني عملتها بس عم شوفهم قدامي. ايه مثل يعبدون الله بالروح والحق. امين. آه. آه. كنت عم تبادي اله المجهول. ايه اوكي. ما بغض النظر عن هذا الشعور اللي حسيته، كنت بعدني بحاله رفض وشفت الدنيا حوالي انه مش عم بفهم شو عم بيصير حتى. فقررت اطلع لبرا، حكيت مع الرب، قلت له انا جيت لعندك لهون، ما بعرف ليش جبتنا لعندك، ما بعرف مين هود العالم عم بنطوا وعم يرقصوا باسمك، بس بعرف انه انت اكيد بدك ياني هون، وانا مش فايله قبل ما تباركني. بلا بعدين عرفت انه فينا بقى لهيدي كمان، فهذا الشيء كثير لمسني. والروح رجع حكاني بعد فتره وقال لي انه هيدا الصوت اللي كان عم بشددني انا وصغيره، هيدا هو كان دائما عم بيقول لي امي في عالم بعد عايزتك، في عالم عايزتك. ف هلا صار لي سنه وثلاث اشهر بالمسيح، مليانه من محبته، مليانه من المياه عم بتفيدي الاخرين، عم تشهدي له. نعم. وعم تجذبي نفوس لاله. امين امين. ومش بس هيك، عم حب حالي من خلال عيونه. يعني انت السامريه بامتياز. حبيت كلمة منك قلت فيها ما رح اتركك الا ما تباركني. خلينا نصرخ سوا انا وياك ونقول يا رب ليه رح اتركك ولا اطلقك الا ما تباركني. هي صلاة رائعة جدا. امين. عنا صلاة كمان توني من كلود، بتطلب صلاة لبنتها داني لانه رايحة هجرة هي وولادها. حنصلي كلتنا هيك، خلونا سوا كلتنا نتحد، كل حدا مؤمن عم يسمعنا، كل حدا بحاجة لصلاة، خلونا هيك نتحد بالروح بهذا الوقت. الرب يقول أول شيء كل ما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي بكون أنا حاضر بالوسط، إلينا حي وحاضر مطرح ما أنت تكون متحدين معك، إنه الرب معك وعم يسمعك وهو بحاجة لألك وعطشان لألك، عطشان إنه يريحك ويعطيك سلام. بنصلي لهالمرأة اللي عندها هجرة هي وابنها، إنك تجي يا رب تفتح أبواب أمامها يا رب، وكون عم تعمل مشيئتك، علمها كيف تسمع صوتك باسم الرب يسوع، تشوف اذا هالهجره اللي رايحه لها هي حسب مشيئتك، تحميها ذهابا وايابا باسم يسوع. بنصلي كمان لمدام ليديا. ليديا إلين. صلاة للرب يشفيها نفسا وجسدا. هي واخواتها بنصلي يا رب انك تحط عطش وغيري بقلبها انها تطلبك، اجذبها صوبك يا رب، ان لم يجذبه الاب انت يا رب بتجذب النفوس، خلاها تطلبك، خلاها تحط غيري بقلبها يا رب انها تفتح كلمتك وتفهم كلمتك، وتجي يا رب هيك بمد يمينك بروح شفاء جسدا ونفسا وروحا، تكسر كل لعنة على حياتها وحياه عائلتها يا رب، كل هيك ارواح مرتبطه بحياتها يا رب منقيدها من روح الشر، وتجي انت يا رب تجعل جسدها هو هيكل للروح القدس، مقر لألك، يكون هالإنسانة هي وعائلتها نور لألك،
باسم الرب يسوع ابينا نطلب. صلي لكل البلدان العربيه، الجزائر، المغرب، بتونس وبالمغرب وبافريقيا، بافريقيا، نعم، بمصر، بسوريا، بالاردن، بكل بلاد العربيه، بكل اوروبا، حتى بكندا، باستراليا، بامريكا. كل حدا عم بيتواصل معنا، كل حدا طلب مني اني صلي له، بنصلي باسم الرب يسوع انك يا رب توبنا تنتوب. يا رب منتوب هكل مره كنا مقصين قلوبنا لك، هكل مره بنسمع صوتك ومنقصي قلوبنا، هكل مره عم نطلب منك شيء مادي يا رب، بنرفض من بعد اليوم نطلب شيء مادي، ما بدنا منك شيء يا رب، بدنا اياك انت بحياتنا، واذا بناخذك بناخذ كل شيء. اطلبه اولا ملكوت الله يا رب، منتوب هكل وقت ضيعناه بحياتنا وكتاب المقدس مسكر يا رب، هكل مره كنا مسكرين على حالنا وما بدنا نتشارك مع الاخوه، لانه والما احلى ان يجتمعوا الاخوه معا، مطرح ما كنت بحيلة بلد موجود فيها، شوف وين في اخوه مملوئين من الروح القدس وشاركهم، لانه هناك الرب يامر بالبركه. بنصلي سوا هيك، فايد من روحك القدوس، هلا السماء مفتوحه فوقنا يا رب، يا رب عم تفيد من روحك هكل البشر، نطلب هيك فايد من روحك هكل انسان عم بيطلبك، هكل انسان عم بيصرخ من قلبه، هكل انسان مريض، هيك شفاءات يا رب من كل تاثير الماضي، من كل جروحات الماضي، بلسم الجروحات يا رب، يا رب تجي وتضمم جروحاتنا باسم الرب يسوع. يا رب انت بتعرف انسان، كل انسان شو في بقلبه، شو حاجاته، سدد عوزنا يا رب، كل انسان بحاجه لعاطفه، لحب، تجي وتسكب محبتك بقلبه يا رب، تجي وتعود لكل انسان يتيمي، لكل انسان ارمله يا رب، كون انت سنده معين لألا، تفتح الابواب امامهم وتسكر كل باب مش من عندك باسم الرب يسوع. لكل شخص هو بعد لليوم بيعتبر انه المسيحيه هن النصارى والكفره، يا رب اطلق يا رب حبي لهم، اقول لك اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. يا رب تكشف حالك بايات وعجائب يا رب باسم الرب يسوع، يشوفوا رؤى واحلام بحياتهم يا رب، يخلصوا، لانه ما في خلاص الا انت، انت الوحيد هو الطريق والحق والحياة، انت هو نور العالم يا رب. يا رب خلص البشرية كلها يا رب، فيد من روحك على كل البشر، فيتجدد وجه الارض، سدد حيزيك كل حدا بحاجة لعوز مادي. لكل مسيحي هيك جاي شعل غيري المقدس بقلبه، تيني توبوا عن محبة الاولى، نرجع كل مسيحي يتجدد بروح القدس، فتر روحيا، توب هالفتور، نتذكر محبي الأولى ورجيها هيك بغيري روح، وما تخاف ميل خطوة وشوف ربك بيرجع يملأك، لأنه غاية إيماننا خلاص النفوس. آمين. السامرية انشفت، نعم، السامرية تركت جرتها، جرة حياتها السابقة، السامرية نيالة، برجع بقول نيالة، كان إلى لقاء هيك لايف. آمين. مع السيد المسيح، ونحن كمان كشف ذاته لنا بطريقة مختلفة، ولكل حدا عم بيشاهدنا كمان الرب سيكشف ذاته لكل من يشاهد سهرة روحية، ولكل من استمع إلى كلمة الله. آمين. من خلال إصحاح، الإصحاح الرائع يلي أنا بيعني لي شخصيا وبتعني لي كمان المرة الناس، فياريت هيك بالمرة الجاية يكون في موضوع عن المرة الناس، فبتذكرني كتير توني المرأة النسفة، أول لقاء قعدت فيه أنا وياك شبهتني بالعسكري المقوص وعم ينزف وبعده عم بيصارع وما معه خرطوش. تذكرت حالي أني أنا المرأة النسفة، أنا المرأة السامرية، كل واحد أكيد، بس عم بحكي اختبار شخصي، أنا المرأة النسفة، أنا سامرية، ولكن أنا كمان كنت زكى العشار بنفس الوقت، كمان هولي من أجمل، كنت أعمى أريحة، كنا عميان بالروح، وفتح لنا عيوننا الرب يسوع على الحياة الحلوة يلي هي مليئة بفرح وسلام الذي يفوق كل عقل وإدراك. كمان بدي صلي لكل حدا عم يسمعنا ما تبر حلو هو أفضل من غيره، مثل الفريسي والعشار. نعم. كل إنسان يعتبر حلو أنه مكتفي وماشي حلو، غيره الممنيح، انا بصلي له الرب هيك يشيل القشور عن عينه ويشوف وسخه، لانه كل انسان لا انه يتطلب الحطب اللي بعينه، شو بده بالنسبه بين غيره، كل انسان بيشوف حاله عنده شوفه حال انه هو المنيح، هو كلتنا، من انا يا رب، انا اكثر انسان خاطئ، مربولس بيقول الخاطئين اولهم انا،
هو اول خطوات مار بولس، كلياتنا خاطين، الشاطر يخلص حاله، وقعد فكر حالك صرت منيح. بدنا نكفي السباق، بدنا نكفي جهد لاخر نفس، وقعد امن وتنام انه انت خلصت. لا، بدنا نجتهد كل يوم، صلوا كل حين. اللي عم يصلي بس نهار احد بدي اقول له انت غلطان. صلوا كل حين ولا تملوا. اسهروا واصحوا، اسهروا واصحوا لالله تقعوا بتجربه. مشان هيك اما انا فصلات بيقول، مشان هيك نحن علينا هيك نكون مملوئين او حارين بالروح القدس، لانه نحن نور العالم، تيفيد منا انهار ماء للحياه الاخرين. وقت فكر حالك انه الفتور الروحي مقبول، حتى لو كنت متجدد او مؤمن وعندك فتور روحي وكسل، بدي اقول لك الرب يقيقك من تمه. كون مثل السامري بطل، ولو اعتبروك مثل ما اعتبروا السامري انه هي مهرطقة، ولكن بالحقيقة هي كانت عم تعمل مشيئة الله وتتمم عمله. خليني انقل لك بعد رسالة فيدباك مثل ما بقولوا شو عم نسمع. غير انه السهرة الروحية برنامج رائع، في ناس كتير بتحب تحكينا وبتحب تتواصل معنا، ولكن عندهم الخجل، ما عندهم الجرأة يتصلوا فينا ويحكوا معك. أنا ما حدا في صلاة منهم، ما حدا بيحكيني باسم. بس حب أقول لهم شغلة، أنه يتجرأوا ويقولوا يا رب ويعملوا أول خطوة. إذا سفينتهم عم تغرق، في عندهم إنقاذ واحد بس، هو السيد المسيح. ما حدا اتصل فيني، كان هالفيسبوك، كان رقمي الخاص، اللي بده إياه يتصل بالسيد سفن بياخده. ما حدا قصدني بشي ورديته خيب. برد هالكل، اذا ما رديت هلا برد بالليل بوقت كون مرتاح فيه. برد هالكل، ولا حدا الا ما تورجات اتوصلت. كيف بدنا نشجعهم يتصلوا فيك؟ انا ناطركم، لا حيلا حدا بحاجه لاي ارشاد او خدمه او حيلا شيء او غسيل اجرين، انا بغسلكم اجريكم وبنشفها. خلونا ننهي باخر ترنيمه. شو بدك تنهينا؟ هي اتبناني رضي بيا واشتراني حن علي. امين. وتبناني رضي بيا
في زمن الشك. الإيمان ثقة. في زمن القلق الإيمان راحة. في زمن تكسر فيه المعلومات الخاطئة الإيمان حقيقة.